هو أشبه بالقصر المهجور الذي تركه سكانه، فبات مفتوحا ليل نهار، يدخله من يريد ويفعل فيه ما يشاء. إلى هذا الحد وصلت منطقة الآثار في وادي نهر الكلب من الجهة المقابلة لأوتوستراد دبي جوني. وإذا كان بعضهم يطلق الصرخة اليوم، فهدفه بالتأكيد ليس النيل من سمعة معلم أثري قديم، بل إنقاذه قبل أن يصبح التشبيه حقيقة فيتحول المكان إلى جبل نفايات على أنقاض قصر مهجور. ونحن مش عم نحكي عن موقع بعيد عن بيروت 200 كيلومتر، عم نحكي عن موقع كل يوم بنشوفه، كل يوم بنمرق من حده. ما بعرف إذا مقبول إنه يكون بهال الوضع المزري هيدا، والإمكانيات موجودة. يعني اليوم مثل ما شفتي إنه مؤسسة التراث الوطني أهلت الموضوع مع وزارة السياحة، في دراج، في درابزينات، في بانويات، في كل ما يلزم ليقدر هالموقع ياخد حقه. بقي نقطة صغيرة إنه مين رح يستلم هالموقع. عم بيصير كتير مبادرات فردية، بس هيدا مش كافي. نحن بدنا استمرارية وبدنا قانون ينظم هالموضوع على كافة الأراضي اللبنانية. وفي ظل غياب هذا القانون، فإن الإهمال اللاحق بهذه المنطقة بات أشبه بالعدوى المتفشية في مواقع أثرية عائدة لمناطق أخرى وسط مسؤوليات ضائعة. بالقانون في كتير صلاحيات بس ما في تحديد مسؤوليات. يعني اليوم هالموقع الأثري ممكن يكون باستلام البلدية، وتكون مديرية الأثار أهلته وسلمته، وتكون وزارة السياحة عم بتروج له، بس فيها بكل سهولة كمان تنعكس العملية وينترك هالموقع وما ينعرف مين المسؤول. وهيدا الموضوع هو كنز، يعني مثل بعلبك، مثل جعيتا، مثل كل هالمواقع الأثرية فينا يكون انه هودي عم بيساهموا بالاقتصاد الوطني، وعم بيساهموا بوجه السياحي للبنان، عم بيساهموا بكل هالمواضيع. شو ناطرين بعد لنحط ايدنا عليهم ونتولى هالموضوع؟ انا بطلب اليوم مجلس الوزراء يطرح الموضوع، يحدد المسؤوليات بين هالوزارات كلها. وزاره الداخليه اليوم تلزم البلديات بمسؤوليه حمايه هالمواقع. وفي ظل هذا الواقع اتصلنا بدايه برئيس بلديه دبي، فاكد ان حمايه الاثار تخرج عن صلاحياته وتقع على عاتق المديرية العامة للآثار. الجواب نفسه صدر من وزير السياحة الذي انتقد عدم وضوح الصلاحيات بين الوزارات والإدارات الرسمية. بدوره وزير الثقافة أسف لما يحصل، مؤكدا متابعته للموضوع. هذا كله في وقت تعذر الاتصال بالمديرية العامة للآثار، إذ أنه وأثناء إعداد هذا التقرير كان المسؤولون فيها يشاركون بمؤتمر خارج بيروت، فاكتفينا بتسليط الضوء على أزمة قائمة بانتظار الحلول الملائمة لها.